السؤال الثاني هو يا شيخ، عندما يعني أريد أن أبحث في صحة حديث لأرى هل هناك من أهل العلم من صحها أو ضعفها، فأين يمكنني أن أبحث؟ الآن المكتبة الشاملة الحمد لله، والموسوعات والبخاري ومسلم، وعندك أيضا مواقع كالتحفة، كمواقع الدرر السنية، مواقع شتى. يعني هناك موقع هذا الدرر السنية يمكن البحث فيه في صحة يمكن الحديث. هم نقل فقط يعني، مش محررون، ينقلون أقوال العلماء. نعم،